المقطع الأخير لمحاضرتنا لهذا اليوم راح يكون عن الـ comparison between Rankine cycle and Carnot cycle. طبعاً الـ comparison راح تعتمد على الأمثلة اللي على المثال اللي أخذناه سابقاً. هو أساساً المثال لاحظنا خلاله عملية مقارنة بين الكفاءة، بين القدرة الناتجة، بين الـ work ratio، بين الـ SSC. كلها شفنا قدرنا نشوف بالنسبة للـ Rankine cycle الـ Ideal Rankine Cycle الـ Actual، وبالنسبة للـ Carnot Cycle. هسه راح نلخص هذه النقاط بما يلي: Rankine Cycle provides a high specific work. Rankine Cycle إذن الـ Specific Work يعني الـ Work Ratio كانت أعلى than Carnot Cycle. Consequently Rankine Cycle requires a small steam flow rate. إذن كانت الـ Rankine Cycle تحتاج small steam flow rate، شفناها صحيح. However, Rankine cycle calls for higher rates of heat transfer in boiler and condenser. طبعا تحتاج Rankine معدلات أعلى انتقال حرارة بالبويلر والكوندنسر. Since نقطة ثانية، since in Rankine cycle only part of the heat is supplied isothermally at constant higher temperature, therefore its efficiency is lower than that of Carnot cycle. أيضا لاحظناها في كل الحالات ودائما بأنه Rankine cycle تكون كفاءتها أقل من Carnot cycle. The advantage of using pump. طبعا هنا تمتلك Rankine cycle advantage مهمة جدا مقارنة بالCarnot cycle. Carnot cycle ما تمتلك pump، لذلك شفنا انه مقدار الطاقة الصافية في الدورة اقل بكثير من مقدار الطاقة الصافية في Carnot cycle. يعني مقدار الطاقة المصروفة بالcompression اعلى كانت في Carnot مقارنة بالRankine cycle. The advantage of using pump to feed liquid to the boiler instead of compression what vapor is obvious at that work for compression is a very large compared to the pump. طبعا عملية مثل ما قلنا عملية ضغط البخار او الغاز تستهلك طاقة اكثر بكثير مقارنة مع الطاقة المستهلكة نتيجة رفع ضغط او ضغط الليكويد، تعامل مع الليكويد او الماء بحالة دورة الرانكن سايكل. ننتقل الى مثال بشكل سريع. هذا المثال بالحقيقة يعني بتفاصيل هواية، بس هو حتى يوضح للتوضيح، يعني حتى يوضح الحالة أكثر إنه شون يصير الـ actual Rankine cycle بهواية يعني انخفاضات بالضغط وكذا، لأنه هذه العملية حقيقية وليست عملية مثالية. يعني بالواقع المحطات الحقيقية تكون بهذا الترتيب، لكن إحنا مو كل الأمثلة راح ناخذها بهذا الترتيب، هذا للتوضيح. راح نشوف الأمثلة الأخرى راح تكون تؤخذ يعني بعض الفواقد راح نهملها بالضغوط، يعني بعض الفواقد نتيجة الاحتكاك بالأنابيب وغيرها راح نهملها حتى نسهل العمل. هنا هو للتوضيح هذا المثال: A steam power plant operates on the cycle shown below. If isentropic efficiency of the turbine is 87%، إذا كفاءة التربين إيش قد؟ إيتا تربين 0.87 or 87%، and the isentropic efficiency of the pump is 85%. ايضا البومب ايضا يمتلك كفاءة، هي هنا بهذه الحالة ايتا بومب 0.85. Determine A the thermal efficiency of the cycle، كفاءة الدورة الحرارية، and the net power output، الطاقة الناتجة الكلية، for mass flow rate of 15 kilogram per second. نشوف ال TS diagram. مثل ما قلت الدورة بها نوع ما بعض التعقيدات، لكن الفكرة الأساسية شنو؟ الفكرة الأساسية هي انه نفهم إيش دي يصير بالواقع الحقيقي. بالحقيقة خلي أبدي هنا أنا هسا، إذا أبدي بهذه النقطة من واحد، أبدي من النقطة من الواحد إلى 2S، خلينا نفترض هو هذا الضغط اللي دي يروح الضغط يعني يدخل إلى البومب ومن ثم يخرج من البومب. ما راح يمشي على الحالة المثالية 1 إلى 2S، هي الحالة المثالية، راح يمشي على الحالة الحقيقية 1 إلى 2. ليش؟ لأنه هذا البومب مو كفاءتها 100% وإنما تمتلك كفاءة 85%. من 2 إلى هذه النقطة راح يكون طبيعي نفس الشيء، تسخين لهذا السائل إلى هذه النقطة داخل البويلر. إيش راح يصير عندي هنا؟ الضغط ما راح يكون ثابت مثل ما إحنا كنا نفترضه ونتوقع، راح يبدي ينخفض نتيجة احتكاك الماء مع الأنابيب، وأيضا نتيجة احتكاك البخار في هذه المرحلة مع الأنابيب. فبدل ما يمشي بهذا الخط 4 راح يمشي بهذا الخط، فيصير بهذه النقطة
أيضا بدل ما هذه النقطة متطابقة مع هذه النقطة، الانتقال من البويلر إلى التيرباين أيضا راح يرافق بعض الانخفاض بالضغط من هذا خط الضغط إلى هذا خط الضغط، بصير بهذه النقطة. أيضا الإكسبانشن ما راح يكون إكسبانشن مثالي، يعني بدل ما يكون إكسبانشن من واحد إلى من 5 إلى 6S بهذا الشكل خط عمودي قيم الأس متساوية isentropic expansion، لا راح يصير حقيقي لأنه هذا التيرباين يمتلك كفاءة ذكرناها. إذا النقطة 6، أيضا من النقطة 6 إلى حد يعني بدل ما يمشي هذا بخط، احنا افترضنا في أمثلة سابقة أو راح نشوفه حتى في أمثلة لاحقة، دائما راح نفترض أنه الضغوط ثابتة لتسهيل الأمور، لكن واقعا عمليا شلون تصير الأمور؟ أنه الضغط راح يبدي ينخفض بالتدريج نتيجة الاحتكاك، يعني الضغط الماء اللي راح يدخل الكوندنسر نتيجة الاحتكاك، نتيجة التقادم، نتيجة الشوائب إلى آخره، راح يصير مو يبقى نفس الضغط، راح يصير انخفاض بالضغط بالتدريج. أيضا نتيجة الانتقال من الكوندنسر إلى البومب، أيضا بايبينج مضخات، عفوا بايبينج مثلا أكو فالفات إلى آخره، أيضا راح يصير انخفاض آخر، ونرجع إلى هذه النقطة. فهذه هي، لكن المثال يبقى سهل، ليش؟ لأنه كل القيم الانخفاضات مذكورة، ما بي يعني هنا مثلا نجي هنا النقطة 1، النقطة 1 إيش قد درجة حارتها معلومة، الكيلو باسكال هنا يعني الضغط مالتها معلومة، الضغط الآخر هذا من يدخل إلى البويلر من هذه النقطة إلى هذه النقطة صار بالطريق انخفاض بالضغط مقداره 0.1 ميجا باسكال، من هذه النقطة إلى هذه النقطة هذا صار انخفاض اللي هو 15.9، ما بقى ثابت صار 15. يعني 15.9 صار 15.2 أوكي ميجا باسكال، صار انخفاض نتيجة بالأنابيب وإلى آخره، نتيجة كلها القيم معروفة. والمثال أيضا مثل ما قلت هو مثال توضيحي أكثر مما هو مثال يعني خلينا نقول يعني سائد، يعني الأمثلة الأخرى مو بهذه التفاصيل الكثيرة، بس احنا نريد نوضح يعني بالواقع شلون تصير الأمور بالرانكن سايكل، تصير بهالشكل هذا. راح نشوف التطبيق أيضا سهل. الدبليو بامب احنا شلون حسبناها بالحالة السابقة؟ الدبليو بامب احنا قلنا V في الدلتا بي، صح؟ V اللي هي السمول V في الدلتا بي اللي هي الدخول الخروج ناقصا الدخول الأكبر، مقدار الضغط الأكبر بالدورة ناقص مقدار الأصغر بالدورة. هذا المقدار اللي حسبناه سابقا إذا كانت الكفاءة المضخة 100%، إذا لا المضخة تمتلك طاقة لازم أقسم على هذا المقدار. إذا العلاقة الجديدة أو الحساب الجديد للدبليو بامب اللي راح أحفظه الآن من الآن فصاعدا هو دبليو بامب تساوي للفي في الدلتا بي على الإيتا بامب، بعد أحفظ هذا المقدار أطبق هذه القيم، كل القيم موجودة عندي، هذه راح أخذها الفي 1 راح أخذها من جداول التشبع ساتوريتد تيبلز عند منه عند ضغط الكوندنسر وضغط البومب بالدخول والخروج موجودات عندنا. نرجع للشكل راح نشوف الموجودة كل الأرقام راح نشوفها كلها موجودة جاهزة، هذه ضغط الدخول هذا ضغط الخروج، نطبق راح نحسب مقدار الطاقة المصروفة بالبومب. نفس الشيء بالنسبة للتيرباين، لكن هالمرة التيرباين الطاقة الحقيقية لأنه هذا التيرباين هو يمتلك كفاءة، فبالتالي الطاقة الحقيقية هي تساوي الطاقة المثالية في مقدار هالمرة ضرب بالنسبة للتيرباين، مو ما نقسم وإنما نضرب في الإيتا تيرباين. أيضا كل الأرقام موجودة نأخذها من الجداول التشبع أو من جداول السوبر هيتد، راح يطلع عندي الـ W output للتيرباين. البويلر هي الـ H4 minus الـ H3 أيضا راح نأخذها، إذا نرجع هنا الـ H4 minus الـ H3 هذه النقطة، فراح ناخذها أيضا منين؟ راح ناخذها من الجداول، هذه من السوبر هيتد، وهذه أيضا راح ناخذها من جداول الماء، وأيضا نقدر نقربها هذه النقطة، عادة نقدر نقربها نسقطها على كلش، الفرق بيناتهم كلش بسيط يكون في هذه المنطقة، نسقطها على جداول تشبع الماء بالنقطة يعني بالنقطة اللي راح تقابل يعني لان احنا بال يعني حالتين اكو حتى نحسب هذه النقطه، اكو سؤال سابقا اكو اسئله سابقا شلون راح نحسب هذه النقاط بهذه المنطقه. بالحقيقه احنا للتسهيل اكو طريقتين، هي اكو طريق اكو جداول التي اس دايجرام، فنجي نشتغل عليها ونحسب خاصيتين ونقاطعهم ونطلع هذه النقطه بالضبط، او للسهوله لانه الفرق جدا بسيط في هذه المنطقه كلش بسيط راح نقربها نعتبرها شنو هذه النقطه هي مسقطه على
الساتوريتد ليكويد، على خط هذا اللاين فاسقطها واطلع قيمتها هنا. اذا كل القيم اصبحت هنا عندي قيمه البويلر، ايضا اذا عرفنا قيمه الاربع الاتش 4 والاتش 3 كلها اصبحت معلومه. دبليو نت هو تيرباين ماينس بامب اصبحت معلومه، الايتا ثيرمال هي دبليو نت على الكيو ان والى اخره. والدبليو نت الكليه احنا من الان فصاعدا راح نشتغل على هذا المصدر الاخر اللي هو اليونت سينجل. راح يكون عندي انه الدبليو السمول هي بوحدات كيلوجول على الكيلوغرام، والدبليو كابيتال هي بوحدات الكيلوات او الميجاوات او الى اخره يعني بالوات. فالدبليو كابيتال تساوي للام دوت في الدبليو سمول. الدبليو الام دوت هو منطيني اياها بالسؤال، اضرب بها هذا المقدار راح يطلع عندي المقدار النهائي. السلايد الاخر والاخير في هذه المحاضره هو هاو we can increase the efficiency of the Rankine cycle. احنا عرفنا بانه اعلى طاقه، عفوا اعلى كفاءه ممكن ان نحصل عليها بين ضغطين او بين درجه حرارتين او بين ظروف معينه او نسميها بين two limits هي كفاءه دوره كارنوت. وبالتالي راح نستفاد من كل هذه المفاهيم، كفاءة دورة كارنوت، راح نستفاد من أعلى كفاءة ممكن نحصل عليها، راح نستفاد من العلاقات اللي موجودة عندنا، نحاول نحسن مقدار الكفاءة بمجموعة خطوات راح نقوم بها بالمحاضرة القادمة. شكرا جزيلا لكم.